المواطنون واعون بأهمية الوقاية من المرض باتباع إجراءات احترازية. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك محمد السادس في مراسم تشييع جثمان كونت باريز هنري دورليان. وفرقة عبور تقدم عرضا مسرحيا للرباط يحمل عنوان توقيع، والذي تحكي شخوصه عن حالات إنسانية اجتماعية ونفسية. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. ونبدأ من آسفي، حيث الأجواء والماطرة والرياح القوية هذه الأيام أدت إلى أمواج عاتية بالشريط الساحلي للمدينة، ما دفع بالعديد من سفن الصيد البحري إلى الرسو بالميناء وعدم المغامرة بالإبحار في هذه الظروف الجوية المضطربة. روبورتاج يونس صباح وتحرير لمبارك الإبراهيم. السواحل الأطلسية شمال أكادير ومن ضمنها ساحل أسفي عرفت في المدة الأخيرة وإلى غاية اليوم ما بين الرابعة والثامنة صباحا مع بداية حركة المد هيجانا للبحر، وخاصة بالقرب من الشواطئ بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، وما أدى إلى امتناع البحارة في الصيد التقليدي من المغامرة بركوب البحر. معروف بعد فاش كيكون البحر بالأخص الرئيس عندنا كان بحر لا كان خايب ما كيخرجش، كله على حساب كاين الرئيس اللي كيبغي تاني يدير بيلانتي ديالو بوحدو، كاين اللي كيشوف سلامة البحرية هما الاولين. حنا دابا موقفين دابا شي 5 ايام ولا شي 6 ايام، حنا دايرين الحيطة والحاطة من هاد المنزلة، كان داخل واحد 6 متر في البحر. عنصران رئيسيان ساهما في حدة هيجان المحيط على السواحل المغربية، تزامن حركة المد مع سرعة الرياح التي تراوحت بين 85 و100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى توقف نشاط الصيد البحري في عدد من المناطق. المنزلة خايبة، وهذا القنت هذا اتجاه هذا القنت هذا راه كان داك الكال تما دايرينو كيهلك في عباد الله. الفكرة كاملين تهلكوا هاد لاباندا هادي، الناس تهلكوا وما كاينش اللي كيتسوقهم كاع، المسؤولين راه ما كاينش اللي كيدوي ما كاينش كيهضر كاع. إلا الفقير هذوك الشيء اللي خدامين فيه وبزاف ديال البحارة، وتنتمناو من الله تكون المنزلة مزيان باش ما يكونش فيها الأضرار اللي هي وخيمة. علو الأمواج زاد عن 6 أمتار على شريط الساحل الأطلسي بين المهدية وطنطان، وهيجان البحر دفع المصالح المختصة سواء تعلق الأمر بالأرصاد الجوية أو المصالح المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي البحري إلى دعوة الصيادين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة بركوب الموج. وبخصوص الحالة الجوية لبلادنا، مديرية الأرصاد الجوية الوطنية توقعت اليوم وغدا استمرار الطقس البارد بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، بينما الأجواء ستكون غائمة مع نزول أمطار فوق مناطق الريف والسيس والأطلسي المتوسط. وبعد التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها جل أنحاء البلاد، سادت أجواء من التفاؤل في أوساط الفلاحين وانتعشت آمالهم في موسم فلاحي جيد. والنموذج من الجماعة القروية سيدي حجاج بمديونة ضمن روبورتاج إبراهيم حبوب وتحرير لمبارك الإبراهيم. الجماعة القروية سيدي حجاج استقبل أهلها التساقطات المطرية بتفاؤل في موسم فلاحي جيد، فالنشاط الاقتصادي للجماعة يتوقف على الفلاحة. الأراضي البورية في سيدي حجاج خصوصا ومديونة التي تنتمي إليها الجماعة تصل نسبتها إلى 85% من الأراضي القابلة للزراعة، ومساحتها أزيد من 14,000 هكتار. هاد الشلات مزيانة للربيع، مزيانة للقطنية، مزيانة لكل شيء، الزراعة كل شيء مزيانة لهاد الشلات. الفلاحون في سيدي حجاج استبشروا خيرا بالأمطار الأخيرة، فبعضهم يرى أنها جاءت في الوقت المناسب، فيما يعتقد البعض الآخر أنها وإن تأخرت بعض الشيء فإنها ستنقذ الموسم الفلاحي. شوية غيكون ناقص شوية من التبن، حيت هاد الليالي هي اللي كتضمن التبن. دابا جا العام شتا صبت في الأخر ديالها، ولكن الحمد لله غادي يكون الخير. صحيح أن النشاط الفلاحي في سيدي حجاج يشكل العمود الفقري لمداخل سكان الجماعة، ومع ذلك فإنهم لجأوا إلى زراعات بديلة على غرار الخضروات، مستغلين قرب الجماعة من 3 حواضر: البيضاء، سطات المحمدية التي تشكل سوقا استهلاكية كبيرة للمنتوجات الفلاحية، وبالتالي ضمان مدخول قار لهم ولأسرهم، والتخلص في نفس الوقت من ارتباطهم بتقلبات أحوال الطقس.
بخصوص جديد انتشار فيروس انفلونزا الخنازير، وزير الصحة أنس الدكلي أعلن اليوم بالرباط عقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب انفلونزا H1N1 إلى 9 حالات، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تبقى بالرغم من ذلك عادية مقارنة مع السنوات الماضية. زهير الدوتي. وزارة الصحة توضح أن من أصل 20% من الأشخاص المصابين بأعراض الأنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، هناك 80% منهم مصابون بأنفلونزا H1N1. وعقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية، تم الإعلان رسميا حتى الآن عن 9 حالات وفاة بسبب الفيروس. سجلنا للأسف سعود ديال الوفيات اليوم الى حد الساعه، وسنستمروا في الوقايه ونأكدوا بانه بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سن كبير فوق 65 عام، نساء حوامل، اطفال اقل من 5 سنوات، والناس اللي عندهم امراض مزمنه، القلب، الشرايين، الدقه، باش ينتبهوا، يغسلوا يديهم، ما يقربوش من الناس اللي مرضوا، وفي نفس الوقت الى صابتهم من منزله وحسوا بشي ضيق في التنفس او عياء كثير ما يترددوش، يمشيوا ويستشروا في مركز صحي عند طبيب او في المستعجلات اذا كان خارج ايام الاسبوع. الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية تؤكد أن الوضع لا يختلف عن الأعوام المنصرمة، ذلك أن الوضعية الفيروسية لهذا العام تبين أن نسبة الصنف الفرعي H1N1 الذي يعد الأكثر انتشارا ظلت في حدود 80%، وهي النسبة نفسها المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، تعبئة الفرق الطبية في ازدياد على مستوى العالم القروي. بالنسبة للساكنة ديال العالم القروي اللي بعاد من الهياكل الصحية، البرنامج الرعاية تم التقوية ديالو، كاين تعبئة ديال الأطر الطبية المتنقلة باش تكون أكثر قرب من المواطنين في هالفترة ديال البرد الصعبة. وبشكل عام أريد أن أطمئن فيما يتعلق ب يعني التعبئة القصوى اللي عاملها وزارة الصحة باش يمكن نتجاوزوا هاد الفترة الوبائية الموسمية. في السياق نفسه، ضاعفت مديرية الأدوية وقسم التموين جهودهما بهدف تمكين جميع المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية الضرورية. كما تشدد الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية على أهمية اتخاذ مزيد من اليقظة والحذر، وخاصة من طرف المسنين والأطفال دون الخامسة والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة. وبعد توتر أنباء عن اكتشاف إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير، المواطنون بدأوا واعون بأهمية الوقاية من هذه العلة واتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل تجنب انتشار العدوى. الروبورتاج لزهير الدودي وأنس الحبشاوي. وعي ملموس لدى المواطنين بأهمية الحرص على الامتثال لوسائل الوقاية من أنفلونزا H1N1، فالوقاية خير من العلاج من فيروس سريع الانتشار خاصة في فصل الشتاء. خص الناس يحتاطوا، يشجعوا لي زانفون انهم يغسلوا يديهم لا بروبرتي، يشجعوهم في المدرسه، يقولوا لهم فوالا راها لي دونجي ديال لا غريب. جاو عندنا الناس للمدرسه وقالوا لنا شنو هما الاحتياطات اللي ناخذو، كتبوا لنا واحد الدواء وداك الشيء، قلنا نعاودو نغسلو به يدينا ونتفاداو الا شتينا في الطوبيس لا شي لعبه مع المدرسه، راه عارف شتا نمشيو في الطوبيس نغسلو يدينا ملي ندخلو قبل ما ناكلو. كل الفئات العمرية تؤكد على ضرورة مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يحوم حولهم الشك في إمكانية إصابتهم بمرض الأنفلونزا. بعض المرات الاحتياط اللي كناخذ هي انني كنشرب الحامض، وكنمشي بعض المرات عند الطبيب حتى هو باش كيدير لي واحد الفحص ومن بعد كيدير الاناليز وكنخرج لي حتى الادويه. المكتب هو اللي تيحكم، يعني الى 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 تصاب الواحد بشي حاجه يحمد الله ويشكره ويتبع التريتمون، ما تصابش يرد باله وصافي، هادشي اللي كاين. السلوكيات الوقائية من قبيل غسل اليدين بالصابون عدة مرات في اليوم وتغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي وغيرها من الوسائل من شأنها حماية صحة المواطن.
خارج الحدود حرب والمظاهرات اندلعت اليوم في فنزويلا، حيث نزل آلاف المعارضين إلى الشارع في العاصمة لمطالبة الرئيس نيكولاس مادورو ليتنحي بدعوة من خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، في حين نظم مؤيدو الرئيس الفنزويلي بدورهم تظاهرة أخرى في العاصمة كاراكاس دائما في الذكرى 20 للثورة البوليفارية. ومظاهرة أخرى خرجت هذه المرة في الشوارع الفرنسية، حيث تظاهر اليوم للأسبوع 12 على التوالي محتجو السترات الصفراء في كافة أنحاء البلاد وفي باريس على الخصوص ضد عنف الشرطة، ولا سيما ضد استخدامها للكرات الوامضة المتهمة بالتسبب بجروح خطرة لعدد من المتظاهرين. نبقى في فرنسا، حيث مثل اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن جلالة الملك محمد السادس في مراسم تشييع جثمان كونت باريس هنري دورليان في كنيسة سان لوي الملكية. نتابع مراسلة عبد الفتاح مومن وتعليق بصوت ثريا الفارسي. بهذه المنطقة الواقعة في دغو التي تبعد بثمانين كيلومترا عن العاصمة الفرنسية باريس تقع كنيسة سان لوي الملكية. وصلها زوال اليوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رفقة وفد رسمي لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في مراسم تشييع جثمان كونت باريس أنري دورليان. حضور وازن لعدد من الشخصيات، وولي العهد يتوسط الملكة صوفيا عاهلة إسبانيا والأمير ألبير أمير موناكو. بالنسبة لنا الملكية بالمغرب تحظى بمكانة خاصة لدى الفرنسيين. إنه لشرف عظيم لفرنسا أن يحضر ابن جلالة الملك ممثلا للمغرب. شكرا للمغرب. في هذه الأجواء المهيبة قدم أعضاء أسرة كونت باريس شهادات أشادوا من خلالها بمناقب الفقيد، وهو سليل لوي فيليب الأول آخر ملك حكم فرنسا من العام 1830 إلى العام 1848. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن قدم التعازي لولي العهد جان دورليان وإلى أعضاء العائلة. وبعلاقة بملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين المتهم الذي يحمل الجنسية الإسبانية السويسرية سيمثل بحسب محاميه يوم الاثنين المقبل أمام قاضي محكمة سلاء المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، وهو متهم بتأطير المنفذين المحتملين لحادث إمليل. وجهة مراكش السياحية تسجل مزيدا من الاستقطاب، حيث عرفت حركة المسافرين عبر مطار مراكش المنارة الدولي ارتفاعا ملحوظا، حيث تفيد أحدث الأرقام بأن 5,279,575 مسافرا استعملوا مطار المدينة الحمراء على امتداد السنة الماضية. ياسير كوينتي. زيادة نوعية في حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي الذي سجل ارتفاعا خلال السنة الماضية بنسبة 20%، وحسب إحصائية المكتب الوطني للمطارات أزيد من 5,000,000 مسافر استعملوا مطار مراكش في تنقلهم. أزور مدينة مراكش للمرة الأولى، إنها مدينة رائعة. أمل في زيارة المدينة مرة أخرى، إن الشعب المغربي هو شعب المضياف. مراكش هي مدينة سياحية أصبحت الآن من المدن السياحية المهمة في العالم، دونك كتعرف واحد التطور مهم لعدد السياح، وحنا كننتظروا بالنسبة لسنة 2019 أن هذه الوتيرة تاع التطور تستمر.
مطار مراكش الدولي يشكل إحدى الدعامات الأساسية في تعزيز جاذبية المدينة الحمراء كواجهة سياحية عالمية، فقد صمم هذا المطار وفق المعايير الدولية، يتوفر على تجهيزات تكنولوجية حديثة تستجيب للضوابط السلامة الدولية المعمول بها في مجال السلامة والأمن وجودة الخدمات، وعلى هندسة معمارية تتيح تتمين الفضاءات من أجل بلوغ تدبير سلس للمسافرين. هذه هي الزيارة الأولى بعد 15 سنة عدت للمغرب، ووجدت العديد من الأشياء قد تغيرت. حصل تغير هنا في المطار، أصبح جميلا، كل الخدمات المقدمة هي رائعة، فعلا مطار متميز. يتميز هذا المطار بهندسة معمارية عصرية، يتيح لك الاستمتاع بأشكاله الهندسية، إنه مطار كبير جدا. كاين عدد من الطلبات على من طرف شركة طيران عالمية من أجل القدوم لمدينة مراكش وفتح خطوط جوية جديدة. نقدر نقول لكم مثلا أنه كنتسناو إن شاء الله خطوط جديدة باتجاه تركيا وأيضا اليونان إن شاء الله. هذا المنح التصاعدي في استقبال المسافرين يرجع بالأساس إلى تطور النقل الجوي بزيادة 22 رحلة جديدة في اتجاه مراكش سنة 2018، بالإضافة إلى الانفتاح على أسواق سياحية جديدة خاصة السوق الصيني وأوروبا الشرقية، مع ارتفاع عدد السياح القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، مؤشرات مكنت مدينة مراكش من الحفاظ طيلة السنوات العشر الماضية على مكانتها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية مفضلة في العالم. لجنة قيادة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب عقدت أمس بالرشيدية اجتماعا لتقديم حصيلة المنجزات المتعلقة بالمرحلة الأولية التي تشمل ترميم 16 قصرا وقصبة، مع العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها. البرنامج ثمرة شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب. عبصم الطعام والروبورتاج. أشغال الترميم متواصلة بقصر تابو حصام، هو واحد من 16 موقعا نموذجيا يشملها برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات وعملية إنقاذ لتراث وطني وتاريخي. هو من المراكز الحقيقية لسجل الماسة، بل أنه يعود لعهد البناء دياله قبل منفاس ومكناس ب50 سنة، وبمعنى أنه يمتاز عند مؤهلات ويمتاز بمسجد عريق اللي تبنى في عهد المارينيين. الناس كتطالب بالواد الحار والتزود بالماء الصالح للشرب لأن كيعانيوا من هذا المشكل. البرنامج التجريبي نتيجة شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وقد كان اجتماع لجنة القيادة فرصة لقاء موسع لتحليل النتائج قبل وضع برنامج شمولي. 130 مليون درهم ديال الميزانيه المقصوده بالنسبه لهذه المرحله التجريبيه، وانطلاقا من التحليله التجريبيه بطبيعه الحال خصنا ديك الساعه نوضعوا واحد التصور اوسع واكبر. بين 16 قصر نموذجي الجهه حاضيه 13 قصر، بالنظر لكونها هي يعني المكان اللي كتنتشر فيه وتوجد فيه العدد اكبر من القصور والقصبات. ومن بين 4000 قصر وقصبة لا يزال إلا حوالي 1000 منها قابلة للترميم، وهو ما يعني 250,000 بناية تأوي قرابة 1,000,000 نسمة. أخيرا بمسرح محمد الخامس بالرباط، قدمت فرقة عبور عرضها المسرحي الذي يحمل عنوان توقيع، والذي تحكي شخوصه عن حالات إنسانية اجتماعية ونفسية نتيجة واقع تتشابك فيه القصص والحكايات. فكل مشهد في هذا العمل هو محاولة لإضاءة وربط ما نعيشه وما نرغب أن نعيشه. ريبورتاج محمد القنت ويوسف لطفي. عن نص مسرحي لعصام اليوسفي تحكي مسرحية توقيع مسار 5 شخصيات لها روابط عائلية ومهنية متشابكة في سياق اجتماعي يعكس مجموعة من الحالات النفسية.
جميل في هذه التجربة هو أنني كنلعب دور مختلف جدا على الأدوار اللي سبق لي اشتغلت فيها سواء في المسرح أو لا في التلفازة. دور سكينة، واحد السيدة اللي كتنتمي لواحد طبقة اجتماعية راقية. دور اللي في وسط واحد التركيبة ديال الأدوار داخل المسرحية واللي كيمثل طبقة يعني ديال الطبقة المسحوقة في المجتمع، دور ديال إنسان بسيط حارس السجن ولكن حامل القضايا المجتمعية راهنة. هكذا تكشف مسرحية توقيع عن مجتمع تطغى عليه أقنعة اجتماعية تحمي الشخصيات من قساوة الموقف، بدءا بالأسرة كمنظومة مصغرة للعلاقات، فالسلطة والحب تيمتان تنضافان للنص لتتفرغ عنهما علاقات معقدة. كل شيء غادي يحني الراس. توقيع عمل كيرصد اللحظة الراهنة اللي احنا عايشينها اليوم في المغرب من خلال أحداث سياسية، أحداث اجتماعية، ومن خلال كذلك النفسيات ديال الشخصيات كيفاش كتعيش هذه الأحداث. هذا العمل كيحاول يشتغل على تقنيات الخشبة لماشينري بشكل أنها بإضافة جديدة من ناحية ما هو درامي، بين العلاقة ما بين ما هو درامي وطبيعة الفضاءات، والشغل على تقنيات الخشبة من أجل تطوير التعامل مع الفضاء المسرحي من جانب السينوغرافي. تقنية الخشبة حاضرة في قلب يسمح بتغيير الفضاءات ويجعل الإنارة المسرحية فاعلا دراميا في أحداث العرض لتمنح المشاهد فرجة شمولية تمتزج فيها القصة بعوالم فنية أخرى. وقبل الختم، من بين أبرز ما ورد في مسائية هذه الليلة بخصوص جديد انتشار فيروس H1N1، وزير الصحة أنس الدكالي أعلن اليوم بالرباط عقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضع الوبائي عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذه الانفلونزا الموسمية إلى 9 حالات، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تبقى بالرغم من ذلك عادية مقارنة مع السنوات الماضية. هاتوا المسائية، إن لكم أجمل التحايا وفي أمان الله.